ايه هو افضل قسم في ادارة الاعمال؟ قسم التسويق، الموارد البشرية، قسم البيزنس؟ الحقيقة انه مفيش قسم افضل من قسم، ارجوك وبلاش حتة المقارنة ما بين الاقسام، مش بتفيد اي حد وليس ليها اي معنى او اي لون. طب ايه هو افضل قسم؟ افضل قسم بيعتمد على شخصيتك، بيعتمد على المجال اللي انت حابب فيه. طب اعرف الحاجات دي ازاي؟ حاجات كتيرة اوي ممكن تعرفها بيها. انت حابب ايه؟ هل انت قريت في المجال ده؟ طب ازاي هتبقى هتختاره وانت ما اصلا ما قريتش فيه؟ نزل كتب على التسويق، نزل كتب عن ادارة الموارد البشرية، نزل كتب عن البيزنس، ابدأ اقرأ فيها. هل انت شايف نفسك؟ هل انت شايف حياتك فيها؟ هل انت حابب تكمل فيها؟ لو انت مش شايف ده، ابدأ ابحث عن اقسام اخرى ومجالات اخرى، يمكن تلاقي فيها حاجة تشدك او تعجبك. ولكن ارجوك بلاش فكرة احسن واسوأ، فكرة انا محتاج ابحث عن اللي يناسبني وهو ده اللي مطلوب منك دلوقتي.